نحن العمال لا نستسلم، ننتصر وناخذ مرتباتنا، فعليكم محاربة أطفالنا من أجل قوتهم. هذه قالها شيخ الشهداء ونقولها لكم توا يا رياسي، نحن لا نستسلم العمال، ننتصر أو نخدم مرتباتنا، فعليكم محاربتنا ومحاربة أطفالنا من أجل قوتهم. هذه كلمة حتقعد ترن ليوم الدين إن شاء الله. مرتباتنا ضروري ما نفتح. يا صنع الله 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 يا صنع الله. نبو فلوسنا يا رياسي الشعب اللي بيبدا يساسي، 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 يا رياسي خيرنا لغيرنا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يوم غدوة جيت حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل اني حسبت عليك الله عز وجل. تخيل كل مواطن ليبي، كل محتاج تحسب عليك الله عز وجل. تخيل انت بس عمدي يوم الله يسلط عليك الدنيا بمصايبها ان شاء الله. تخيل هناك يتامى وهناك ارامل وهناك تعب، حتى من فيش حتى من يعولها، لا دولة ولا ناس الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. 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 هذه امة محمد رسول الله.